وللحديث عن تحول سوريا إلى دولة مخدرات والتوجه الدولي لتفكيك هذه الشبكة التي بناها النظام السوري برعاية إيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتب الصحفي السوري فراس علاوي. حياكم الله أستاذ فراس. مساء الخير، تحية للأستاذ عبد الرحمن، تحية للأستاذ المشاهدين. مساء الأنوار أستاذ فراس، يعني ما هي أسباب هذا التحرك الأمريكي باتجاه سن قانون يصنف بموجبه تجارة المخدرات التي يقوم بها النظام السوري كخطر عابر للحدود برأيك؟ بداية التحرك الأمريكي ليس جديد، ولكن علينا أن نميز في العلاقات الدولية ما بين ما يؤثر على الدول ويجعلها يعني تبدأ بالتحرك وبين ما هو غير مؤثر، يعني بما معناه الثابت والمتحول. في العلاقات الدولية عندما ثوابت هذه الدول تبدأ بالتهديد من قبل دول أخرى، هنا يبدأ التحول. الأمريكان اعتقدوا بأن هذه التجارة هي خطر عالمي ربما سيصل إليهم، وبالتالي لابد من التحرك قبل وصول تجارة المخدرات التي يديرها النظام السوري وعصابات النظام السوري قبل أن تصل إليهم أو إلى مناطق نفوذهم، وبالتالي سوف تؤثر على كثير من المصالح الأمريكية في المنطقة وخاصة المصالح الاقتصادية، وربما يصل تأثيرها إلى الولايات المتحدة نفسها. هذا ما جعل يعني التحرك الأمريكي، وهو مشابه لما قام به الأمريكان عندما يعني قصف النظام الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية. إذا نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة خشيت على أن يؤثر عليها هذا الموضوع بشكل أو بآخر، لذلك سعى المشاورون أن يكون خاصة يعني من قاد مشروع يعني محاسبة النظام السوري على انتشار تجارة الكتابون سواء كان بمجلس الشيوخ أو حتى بالكونغرس. نعم، ولكن ألا ترى أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، لا سيما مع الدعم المالي الكبير الذي استفاد منه الأسد برعاية إيرانية طوال هذه السنوات؟ طبعا نحن نعلم أن نظام الأسد أساسا هو نظام لا دولي، هو نظام مافيات يقوم على عمل المافيات، وتجارة المخدرات هي أحد أنواع تجارة المافيات منذ السبعينات أو بالأحرى منذ وصول هذا النظام إلى السلطة. كان هناك تجارات غير مشروعة كثيرة، من ضمنها تجارة الآثار وتجارة المخدرات، ولكن الآن وبسبب العقوبات الأمريكية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تحت ما يسمى بند قيصر أو حتى تحت بنود القرار 2254 وضغط على النظام السوري من أجل تحقيق بعض من مخرجاته، كل هذا أدى بالنظام اللجوء إلى إيجاد بدائل أخرى من أجل البقاء على نفسه موجودا في يعني على رقم موجود رمق على رمق أو على قيد الحياة. كل هذا أدى إلى لجوءه إلى سواء كانت تجارة المخدرات أو تهريب النفط أو غيرها من ما يقوم به أعضاء النظام وشركات النظام الإجرامية. طيب في هذا الإطار، لماذا برأيك تبقي الولايات المتحدة على النظام في سوريا رغم علمها بمدى قربه من روسيا وإيران اللتين تعدان اليوم عدوا لأمريكا في أوكرانيا؟ أعتقد يعود ذلك إلى العلاقات المعقدة التي قام النظام بنسجها على مدى سنوات، وأيضا إلى التدخلات الدولية غير المتكافئة في المنطقة. لم تصل حدة الصراع بين الدول سواء كانت القوى العظمى الولايات المتحدة وروسيا أو حتى الدول الإقليمية إلى النقطة التي يتم فيها إقصاء أحد الأطراف، يعني الولايات المتحدة حتى اللحظة لم تصل إلى القرار الذي سوف تصل فيه مع روسيا إلى صدام مباشر، لأن صدام مباشر مع روسيا في أي مكان قد يتحول إلى صدام شامل، وهو ما لا ترغب به القوى الدولية حتى اللحظة. يعني نحن نرى بأن أوكرانيا الموجودة على حدود أوروبا حتى اللحظة لم تتدخل الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الناتو بشكل مباشر في أوروبا، خشية من ازدياد أو خشية من تحول إلى صدام مباشر في المنطقة أو حتى إلى حرب شاملة. جميع الدول لا تريد أن تدخل حرب شاملة في المنطقة، لذلك هي تتحاشى هذا الصدام. لم يؤخذ قرار في الإدارة الأمريكية حتى اللحظة بإسقاط نظام الأسد لعدة أسباب، من ضمنها التوازنات الدولية والتوازنات الإقليمية أيضا، وحتى الصراع مع إيران. نحن نعلم بأن أوباما قدم سوريا لإيران من أجل الحصول على اتفاق النووي مع طهران، وهذا ما أدى إلى تخفيف الصراع وأيضا التمدد الإيراني في المنطقة، وما يقابلهم التمدد الروسي بذات الظروف. نعم، يعني هنا هذا الدعم العلني من قبل النظام
لروسيا في غزوها لأوكرانيا، إلى أي مدى لربما سيفعل الاستراتيجية الأمريكية ضد أكبر مورد للنظام السوري؟ يعني هل تتوقع تضييقا كبيرا من قبل أمريكا على النظام السوري؟ يرتبط هذا التضييق بما ستصل إليه مآلات الصراع في أوكرانيا. كما ذكرت لك، حتى اللحظة لا توجد نية عند القوى العظمى بخوض الصراع مباشر. الجميع يخوض الآن صراع في أوكرانيا بالذات في الوكالة. الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي أيضا يدعم أوكرانيا، ولكن حتى لو كانوا موجودين أقوى على الأرض، ولكنها قوى يعني بالوكالة. أعتقد بأن تطورات الصراع بأوكرانيا وامتدادها سواء إذا كان إلى أوروبا أو إلى الدول القريبة من الناتو سوف يجعل سيد فراس، هنا نتحدث نحن يعني على تضييق اقتصادي وليس لربما تدخل عسكري. تماما، نحن نعلم بأن النظام وحدته ومعرض للعقوبات الاقتصادية. يعني روسيا تحت الضغط الاقتصادي سواء كان من أمريكا أو الاتحاد الأوروبي وإيران كذلك والنظام، ولكن أيضا هناك تشابك مصالح كبير سواء كان بين روسيا والدول الأوروبية. ونحن نعلم حاليا بأن أوروبا تعاني من أزمة الغاز بسبب العقوبات على روسيا، لذلك التصعيد بالعقوبات الاقتصادية يكون غالبا مدروس من ناحية الدول الأوروبية خاصة من أجل اقتصادياتها. ونحن نعلم بأن هناك بعض الدول جرى فيها حراك شعبي نتيجة تراجع معدلات الاقتصاد وأيضا ارتفاع الأسعار والغلاء وانخفاض مستويات الطاقة والوقود في تلك المناطق، سواء كان في مثلا كما لاحظنا في السويد وإيطاليا جرى هناك تغيير الحكومات، وأيضا ما حدث في بريطانيا من يعني سقوط الحكومة بعد 40 يوم من استلامها بسبب عدم قدرتها على إدارة الملف الاقتصادي. لذلك أعتقد بأن العقوبات الاقتصادية هي عقوبات مدروسة على سواء كان على روسيا وإيران والنظام، ولكنها بذات الوقت لا تشكل الضغط أو لا تصل إلى الحد الأعلى من الضغط الذي من الممكن أن يسقط النظام السوري أو حتى يؤثر على بوتين بشكل أكبر. يعني إلى أي مدى يمكن لربما أن تشكل هذه المتغيرات الدولية بشكل عام فرصة للتغيير في سوريا في ظل وجود نظام متعنت غير قابل للتنازل عن ملفاته كما بدا واضحا عبر كل هذه السنوات؟ كيف يمكن زحزحة هذا النظام؟ هل تتوقع ذلك؟ أعتقد بأن هذا الموضوع مرتبط أكثر بالمتغيرات في إيران أكثر منه في المتغيرات في روسيا. التدخل الروسي هو يعني التدخل متشعب سواء كان في أوروبا أو في أماكن أخرى، وهو أقل قدرة على إبقاء النظام من التدخل الإيراني. ما يحدث في إيران مهم جدا من ناحية التأثير على النظام الأسد، ولكن إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة وأوروبا دعم هذا الشراك في إيران من أجل التأثير على النظام الإيراني ومخالفة إسقاطه، وهذا لا نستطيع تنبؤ به خلال فترة 40 يوم أو 50 يوم من الشراك. أما إذا استمر هذا الشراك لفترة أطول، من الممكن أن التأثير على النظام الإيراني أو إذا جرت تحولات في الداخل الإيراني، يعني إذا رأينا محاولات مثلا كما نشبه بالسوري، يعني إذا لاحظنا قيام قوى أو فصائل عسكرية مثلا تحول إلى صدام داخل إيران أو إلى انكفاء تسببت بانكفاء إيراني داخلي، من الممكن أن تؤثر بذلك على النظام. إذن يعني التأثير الأكبر على النظام يأتي من إيران. تراجع النظام الإيراني في سوريا يؤدي إلى خلخلة النظام، وربما يؤدي إلى التغيير في بنية النظام أو الضغط على النظام وإجباره على إحداث تغييرات جذرية فيه. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من باريس الكاتب والصحفي السوري فراس علاوي، شكرا جزيلا لك.